تعالوا كده يا شباب نكمل آخر جزء في الهندسة، spherical cylindrical and polar coordinates. دي علاقات إحداثيات ببعضها. الإحداثيات الأصلية اللي احنا بنتحرك فيها الكارتيزيان x وy او x وy وz. عايزة احول منها لدي 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 وعايزة افهم ايه العلاقات بينهم وبين بعض. فانا عندي نص قطر وزاوية، يبقى انا عندي دايرة نص قطرها وزاويتها. لو انا عندي هنا اي نقطة x وy، زاوية من نص القطر اهم حاجة على محور x الموجب هي سيتا. اما اعمل اناليسيز او تحليل يبقى ار كوزاين وار ساين، يبقى اكس بار كوزاين واي بار ساين. تعال نعمل سكوير ونجيب العكس، يبقى دي سكوير زائد دي سكوير تدي ار. الراديوس بتاعي نص القطر سيتا تان ماينس 1 واي على اكس. لو قسمت الاثنين دول على بعض، لو مدي لك ار وسيتا وعايز اكس واي احسب من هنا، ولو مدي لك اكس واي وعايز ار وسيتا احسب من هنا. فور اكزامبل تعال نشوف اكس بريس لي 3 و4 ان بولار كوردينيتس، يبقى هما كارتيزيان وانا عايز اروح للبولار. اكس ب 3 واي ب 3، ار كده ب 5، سيتا بيساوي تان ماينس 1 واي على اكس ب 4 على 3. ادخلها شيفت تان على الكالكوليتور، ودي الوحيده اللي الكالكوليتور بيعرف يحسبها لو الاثنين موجبين. تعالى نعمل لها اكس بريس كده، يبقى انا عندي 3 و4 هنا نص القطر اهو وسيتا اهي، يبقى دي 4 ودي 3. حلو كده. طب تعالى بقى نشوف نيجاتيف 4 و3، عايزه اكتبها في بولار كوردينيتس. طب ما هي الاكس بسالب 4 والواي ب 3، يبقى الار برده ب 5. السيتا بيساوي تان ماينس 1 واي على اكس. الكالكوليتور ما يفهمش دي، هيدي زاويه سالبه واحنا ما عندناش زوايا سالبه في الرياضه، ممكن في الميكانكس او الميكانيكا احنا لا. حلو جدا. طب انا هلغي الزاويه دي وعايز اعرف انا واقعه انهي كوارتر او انهي ربع. هاجي عند النيجاتيف 4 و3 هنا، صح؟ حلو. الكالكوليتور بيديك اقرب محور ليك، فانا هلغي الاشاره وادخلها على الكالكوليتور واحسب لها شيفت تاني. اداها 36 وحاجه، هحط يبقى 36 وحاجه دي اقرب اكس ليك هي دي، بس انا قلت بين الار وبين محور اكس الموجب، يبقى انا عايزه 180 ناقص اللي طلعت على الكالكوليتور، يبقى دي الزاويه اللي انا بدور عليها مش دي. اتفقنا كده؟ حلو. تعال نشوف النوع التاني من الاحداثيات، سيلندريكال بولار كوردينيتس، وكلهم بيتردوا البولار كوردينيتس. اشمعنى السيلندريكال في علاقه بينها وبين البولار؟ السيلندريكال هي ار وسيتا وزد. طيب ار وسيتا وزد هي نفس الحاجات؟ اه نفس الحاجات. تعالى كده بص للسيركل، انا عندي السلندر عباره عن سيركل تحت وسيركل فوق وليها هايت، انا بقى اختلفت في الهايت بس. يعني يعني نفس العلاقه، ار بيساوي اكس بيساوي ار كوزاين سيتا، واي بيساوي ار ساين سيتا، والزد هي الهايت. السيتا منين اللي فين؟ من صفر لحد باي، من صفر لحد 2 باي، والار ده نص قطر لازم يكون اكبر من او يساوي صفر. لو اديت لك ار وسيتا وزد من هنا تحسب لي اكس واي وزد، ولو اديت لك اكس واي وزد تحسب ار وسيتا وزد والعكس. تعالى بقى اكس واي وزد بيساوي جذر 6 وسالب جذر 6 وسالب 2. بقول لك رايت ان سيلندريكال كوردينيتس، يبقى اكس بجذر 6 وواي بسالب جذر 6 وزد بسالب 2. تعالى هات الار، ار بيساوي جذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، يعني هي نفس البولر بس زودت هايت ارتفاع ارتفاع زد بس. حلو جدا. يبقى الار طلعت اهي بجذر 12. تعال نجيب السيتا، تان ماينس 1 واي على اكس. لو دخلت دي على الكالكوليتور مش هفهمها، تعال نحدد احنا واقعين فين عشان هيدي انجل نيجاتيف واحنا مالناش فيها. حلو. قبل اي حاجه الاكس موجب والواي سالب، انا هنا يبقى دي هي الجذر 6 والسالب جذر 6. الكالكوليتور هلغي الاشاره وادخلها على الكالكوليتور، حسب لك دي اللي هي باي على 4 و45، لا انا عايزه بين الار وبين الاكس الموجب. حلو. يبقى هي 360 ناقص 45، يبقى هي 315 او 7 باي على 4. الزد هي نفس الزد الموجوده في السؤال، يبقى كده اكس وواي وزد بقت ار وسيتا وزد اللي هي 2 جذر 3 و7 باي على 4 وسالب 2. حلو. تعالوا نشوف الاحداثيات الثالثه اللي هي السفيريكال. السفيريكال بولار كوردينيتس برضو اه، عشان فيها رو وسيتا وزد. مين رو دي؟ غيرتها ليه؟ عشان هنا رو نص قطر الكره، ار هناك كانت نص قطر الدايره. طب زادت احداثي؟ اه زادت احداثي. ايه الاحداثي؟ ان الرو هنا ليها اكس وواي وزد، مش اكس وواي بس. طب الرو اهي نص قطر الكره، حملت زاويتين فاي وسيتا، اشمعنى؟ عشان حللها مرتين. حلل كده رو كوزاين فاي، يبقى اللي تحت رو اللي تحت دي رو ساين فاي. انا كده بحللها على المحور وعلى ايه؟ وعلى المستوى اكس واي. تعالى بقى المستوى اكس واي حلل تاني، يبقى رو كوزاين سيتا ساين فاي ورو ساين سيتا ساين فاي، والزد خلاص برو كوزاين فاي. تعالى بقى الرو دي اكبر من او يساوي صفر لانها نص قطر الكره، السيتا هي نفس السيتا اللي عدت، نفس السيتا اللي عدت، وما تنساش الفاي من صفر لحد باي بس، يعني تطلع موجب تطلع سالب، اراعي ان انا واقع ربعين بس. الرو لو انا جبت ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع هتجيب لي الرو بتاعتي. حلو. لو انا قسمت ده على ده هتدي السيتا بتاعتي تان ماينس 1 واي على اكس، دي نفس اللي فاتت.
الفاي بقى ده على حته حته، انا عايزه الفاي. طب انا هجيب اكس تربيع زائد واي تربيع هتطلع بكده. خد الجذر التربيعي كده، خدت الجذر التربيعي اهي. طب ما انت عندك الزد لسه قايلها بروكوزاين فاي، اقسم كده الاثنين دول على بعض. طب هقسمهم ليه؟ عشان الرو تطير وابدا اجيب التان فاي. من هنا التان فاي بيساوي جذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع على زد، يبقى الفاي بيساوي تان ماينس 1 كده. لو عندي رو وسيتا وفاي اجيب اكس وواي وزد، حلو. ولو عندي اكس وواي وزد اجيب رو وسيتا وفاي. ماشي. تعالى بقى رايت دي ان سفيريكال كوردينيتس، دي نفس المساله اللي انا حليتها سلندريكال هحلها سفيريكال. اكس بجذر 6 وسالب جذر 6 وسالب 2. تعالى هات الرو دي الجذر التربيعي، دي تربيع زائد دي تربيع زائد دي تربيع تطلع ب 4. السيتا بيساوي تان ماينس 1 واي على اكس زي ما جبت الثانيه من شويه. حلو. انا كده لازم انسبها ربع، وبعد ما انسبها ربع عشان الكالكوليتور مش هيفهمها ابقى انا عارفه اجيب فاي الفا بره واحسب منها سيتا. طب مين الفاي؟ تان ماينس 1 واي، تان ماينس 1 قصدي الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع على زد، دي تربيع زائد دي تربيع على زد، دي كده هتطلع سالب جذر 3. بدل طلعت سالبه انا واثقه ان انا واقع 40 بس، يبقى دي 120 صح؟ دي 120 مش هتروح لتوقعات تانيه، يعني مش هقول انها ربع تاني او ربع تالت او ربع، بدل سالبه هي ربع تاني على طول. حلو كده؟ يبقى كده الزاويه طلعت ب 120. حلو جدا. تعالى بقى يبقى جذر 6 وسالب جذر 6 وسالب 2 راحوا، ال 4 و7 باي على 4 و2 باي على 3. اتفقنا كده؟